الأمام إلى الوطن رفع الصعاب والمحن إلى الأعمال والقمم أخيرا جاء المنبر لأمريكي شنور روسي عشتي كبسو بتونسي 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 حبو سبايسي تونسي تونسي برشا برشا سيدي بوسي في البلو سكاي مع الشمس بوزي عامل ضجة توتي بوسي تشجع ما خلاها بنا منانا سترنا آمنة أشرار استنى الآونة دور تاموج وكلا غير تلين باتماني تشكى دير فلاين فاش قامت تلك تزيد فاين أيوين كاي سوبا تونسي سوبا تونسي سوبا تونسي أباري اللي كلفني السيد رئيس حكومة شخصياً باش نتولى مهمة إلقاء القبض على القاتل عثمان. احنا نمشيو ندورو في حوالينا ونشوفو ملقاوش الشبيه متاعو السوزي ولا بسوه الزي متاعو. الله يبعد عليك البوليسي يا وليدي. عمرك شخنتو هذا؟ لا دي مرة ولا مرتين والتوا قاعد معاه؟ في باليش بيها كانت تخون فيه خويا أنا رخيص سليمان والدختي هو اللي قتل عثمان باش ياخذ القوة الخارقة نتاعو وانا اللي وصلته فاستفاد اللهم صلي على النبي سي انجروم مرسو هذا مرحبا بك مرحبا السلام سلام باش تزوني الحبس خاطر قتلت عبد مازال حي هاي نست وين صدقوني عثمان شحما ولحما هذا مؤامرة ضد التورس عيطير ترى ها شيخ بيث طاح مات انا يقولوا لي ديجاج ويقولوا لي كذاب الشيء اللي عملته لكل البلاد طاح في الماء شوف سيد رئيس الحكومه هذيك اللعبه السياسي في البلدان المتقدمه اي طرف حكومي ولا مسؤول حكومي يتشد بكذبته يقدم استقالته حفاظا لماء الوجه هذيك هي يا سيد الوزير انا ما وجه وانا ما بتاع حلقم ما لا يا سيدي ما عندك حتى حل الا تلقى شكون يخرج في الاعلام ويهز قضيه الكل يهز قضيه كيفاه شوف شوف طرف حكومي من المقربين منك وماذا بيك يكون من صناع القرار يكون هو كبش الفداء يخرج في الإعلام ويقول راني أنا اللي جبت الشبيه متاع عثمان من وراء رئيس الحكومة وهو مسكين زوالي ما في بلوش وهكاكا ما تكون أنت مسؤول تولي ضحية وتكسب التعاطف تاع العباد وتكسب الرأي العام تعرف تشرشل عملها السادات عملها هي مش خصصني يعني ها؟ أنت خاصة كان السيد اللي بش يكون كبش فداء ويزر بيع الكل هي أما شكون شكون؟ شكون؟ هذا هو السؤال الكبير، شكون؟ شكون؟ إيه ولا حتى أنا كلمة نزلوا اسأل الوزير يظن لي اخترتك أنت كبش فداء شنو؟ أنا كبش فداء؟ نعم لا ما جيش كبش لانقرني مكسر ما نضحيش وزيد توا معناها لازي أنا لقيت لك الفكرة باش تخرجك من شعرة من العجين وتحب زيد ضحي بيا توا كان لقيت واحد آخر نختارك أنت كبش فداء زيد وزير إيه مالا شكون؟ شكون؟ سامحوني في بالي ما فما حتى حد في البيرو صبري دوايا ما قالوا صبري دوايا مني ما قالوا صبري دوايا مرضي بي كي ما جعتش متشر انا خالتي تكلم امك ترى شوفها طيبه شي حاجه امي امي يا ها ها هاش بيك باش امي جعنا شنو طيب الشهين طيب لكم
والله انا الحقيقه شاي روز جربي. او روز جربي من يديتك الملاح ولدي. الروز مقطوع باهي. عاملين فاهم كسكسي بالعلوش. وش خص الكسكسي مقطوع؟ مقرونه مقرونه بالعلوش. لحمه الكرومه تاكلوا مذمومه. الكرومه حمص هريسة عربي قرينات فلفل مكليين. صدقني طعمت هالصلصه طعمت بالله. بتشرنا مقرونه مقطوع. ساعة عمي تعملها في تعبير كتابي وقرينات فلفل مقليين وبعد تقول لي مقطوعه وليد. عامل لنا طرف برغل ماشي بالقدريت. صحي دي مقطوع البرغل مقطوع. طيب انا حتى كعبت ملاوي في الدار امي جعنا ولا في بلاكش. السميد مقطوع ما ثمش. ولا سميد مقطوع ولحم مقطوع والفلفل مقطوع والله احلى الواحد يمشي يشري ريسونس توا ويحرق روحه في الدار. تخلط له انت ليسونس. ليسونس مقطوع بربي. خلنا نرقدوا حل علينا الغاز. خلنا نتخنقوا نموتوا اسفنكسي مخلوقين. انا الغاز مقطوع على الحومه كامل. شنو صار في البلاد؟ شبي كل شيء ولا مقطوع في البلاد؟ ما نعرف يا وليدي. ملي مات عثمان كل شيء مقطوع. السميد يعطوا فيه بالوجوه. تحبوا تاكلوا ملاوي اليوم؟ ها وش خص؟ عندي خيط متاع واحد يبيع في السميد مارشينوار في السكريتو. يا زهرة يا زهرة السميد ارجع يا زهرة. وش خويا عنده خيط؟ قول له الخيط مش ضربته لك في لسانك ونشبده. كل شيء يتقطع في البلاد كانت تقلقين انت عمر ديما متوفر عمره ما يتقطع. جبت السلعة؟ جبت الفلوس. ما فماش فلوس إلا ما نشوفوا السلعة. ثلاثة كيلو سميد كيما تفهمنا. شكون قال جبت سميد؟ كي تطلع الفاليز هذيك معبية بالكوكايين. ذوق وقل لي قمح بيشة. كرني الكريدي قايد الراس الشاب. بتي ساسية بلا توا النجم نقول لك مبروك أو كرقيتك من عملة نظافة إلى الناطقة الرسمية باسم الحكومة. أي كل شيء بالبركة. ألف 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 مبروك. كل حد ياخو على قد قلبي وأنت تستاهل كل خير. أسمعني ساسية. مدام ساسية حافظة كلمتين باش تقولهم للمذيع؟ دي حافظتهم هذوكم هم ما هو سيد رئيس الحكومة خطي وأنا اللي جبت الشبيه متاع عثمان. هكا هو عاد يسلكوها الواصلين ويحل فيها الزوالي. نو 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 شنو هذا؟ سياسية بدينا بالشعبوية من توا. شوف شوف بنتي هاكا باش نعمل لك كهرباء وشهرية وتو ندور في حوالية كيفاش الشهرية هذه نردها لك مدى الحياة. شكون كيف؟ ها؟ أنا إذا كان باش نوافق على العملية هذيا إلا ما تحققوا لي الشرط نتاعي. أها اشرط الدلل قول ايش تحب. احنا رانا حكومه حقوا لك كل شيء تفضلي. رجعوا لي كيم. كيم يا اخي شكون هو كيم بالله في نهايه المطاف؟ شكون كيم؟ شفتي رئيس دوله تاع دوله محته وانتي النطق الرسميه
تاع اقوى دوله في العالم تحكم في العالم الكل. تشنو هو مقطعين الشعب بالغربال تو؟ املا عندي شرط واحد اخر. اساسيه شو الشروط ولا تبع بعضها؟ شو اللعبه هذايا؟ اسمع راهو ما كانش تو نجيب كبش فداء واحد اخر، عندي قد قد راهو. رد بالك صلي على النبي. ونرجعك للخيشة والسطل. صلي على النبي. عنده الحق، عنده الحق، والله أي واحد نجيبوه على زوز فرنك يمسخ سمعته. خير أنا جيت للدنيا ذي، أنا جيت للدنيا ذي باش نوسخ سمعتي. جا ربي يقول له فرصة، فرصة صغيرة. والله سيد رئيس الحكومة إلا تلقى كبش فداء كيفي. اسمع نخاف منهم من الناس هذوما هذوما، الناس الطماعة والانتهازيين هذوما. رد بالك احنا نعملوا فيه للوطن هذايا. هو انا زيد نعمل فيه للوطن فرصه، فرصه سيد رئيس الحكومه فرصه. هو راهو عنده الحق، عنده الحق، اما ما يسالش. هاي هاو باش نعطوك فرصه، هاك خذيت فرصتك. صح صح صح. ايوا خذيت تصب شهري. انا اليوم من منصبي هوني ككبش فداء، استغفر الله يا ربي، كناطقه رسميه نحب نقول لكم اللي انا المسؤوله الوحيده والاولى والاخيره على الخطأ اللي صار، لأنه أنا هي اللي جبت الشبيه متاع عثمان وعقبتها على السيد رئيس الحكومة. شو؟ شو اللغة هذه عقبت عليه هذه؟ بسيس بسيس مو عندها عرق ساعات تتحير، أما جوز كمان نو بيه بيه. هل أنه رئيس الحكومة سيدس لهالدرجة؟ سيدس؟ تيبو هيل؟ تخيلوا أنتم أنا قلت له عثمان حي صدقني. فهمتش أنا كيفاش لتو منتخبينه بصراحة. وزيدكم معلومة أخرى، هذه ما فيهاش راهو حتى شيء. شيك الرئيس الحكومة شيك. اقسم بالله راني كي ندخل ننظف البيرو وراس اختي وراس خويا الغالي، راني سبعة سوايع نقعد ننظف في البيرو، قصور برقدين، قصور نتاع قلوب، كويغز نتاع شوكولاتة، مكريش مكريش ياكل ياكل بصراحة ياكل. بالنسبة لفقدان المواد الأولية بعد موت عثمان، شنو هي رأي الحكومة؟ والله هي في الحقيقة بالنسبة لسيد رئيس الحكومة شابع بالحوت نتاع موريتانيا، بالكافيار نتاع فرنسا أيضا. الكدوات كلها قاعدة توصل له والحمد لله، يعني ما عندناش مشكل. أختي عندك أي مشكل؟ عندنا عطار في الحومة اسمه بلقيس، هاكا في الكوا، ريت وين الرامبوا؟ هذاك المقابل، هاكا شرخ ميكا وعفاريت مليون وأصلي. أدخل وقول له بعثتني ساسية، سميد، سكر، روز، ما على بالك بحد شيء، ساسية وقضيتك تكون مقضية. يا سيد الوزير شنو هذا؟ شيء رفايح، شنو الكراكوز هذا؟ ها شو نقتل روحي انا توا نقتل. لا 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 رد بالك تقتل روحك. ما انا نقتلك انت. اقتل روحك. على فكره نحب نزيدكم حاجه اخرى. الارض حطوا في علمكم اللي عمرها ما كانت مدوره بل هي مسطحه، والامريكان عمرها ما طلعوا فوق القمر. مشينا. هل انه هذا موقف رسمي من حكومه تونسيه؟ امانه عايش اختي غيبه. انا نقول لك انا الناطقه الرسميه. معناها راهو مصادري موثوقه من فضلك. نجم تقولي شنو هي المصادر نتاعك؟ طبعا تيك توك. باج الحقائق المخفية. هل تسويه؟ المزيد. شكرا. تفرج تفرج. تفرج لبطان خارقة البرا وش عاملين معاهم؟ شوف اش مدلين ومعطينهم قيمة وقدر. يا ناري يا ناري كناي وليدي بطل خارق. ليش يرشي؟ الحاكم في جرته. أنا غالب. كل بطل خرق وشست مغارفته. المخلوق هذا ما يجيبش منه ربي شيء، مفلح في شيء، لا قرايه لا خدمه، حتى عنده قوه خارقه مخباها علينا. ولدك فاشل بالله. ما دام انت خالص تحبني نطل ايلون ماسك ولا اينشتاين تزيد راهو هذا الكل نعمله على خاطرك. في بالكم راهو كانوا الناس الكل تعرف اللي انتم عائله البطل الخارق وانا البطل الخارق، تسمر عليكم توليوا عايشين في خطر. تشوفوا عثمان شنو صار فيه، بالكم سهلة الحكاية ولا لعبة؟ زيد أمي أنت عارفك راهو هذا الكل غايظك خاطر تبدي تحب الدوري وتغزلي في نساء الحوم. نغزل في نساوين الحومة؟ لأني حسبتهم جملة موجودين نساوين الحومة؟ مالا يا 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 عثمان كان يقول عليك مخمان وموت ياكلك في اللبان، خالو فاشل مش فنان. نمان 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 والليلة الليلة الليلة يا حومة يا حومة
الليلة وحب جبال أه يا حومة يا حسنة يا بخر واحد سيدي الرجالة كل حسود في عينه لما فالو لا غيوب شكون مازال يقول كلمة فيك سليمان ولد حليمة أه يا كلاب شدوا الصف سليمان يضرب بالقف سليمان يضرب أيوة سيدي هاي ترمانك بالبجاب دور بيه قلب حلك لاب يا بطانية ولد الوطواء حومة كاملة تحبها تغن حومة كاملة تحبها تغن كلنا سقاة دالة حمر كلنا سقاة كلنا سقاة دالة حمر كلنا سقاة كلكم سقاة حومة سقاة كبر مخروع عمال تقول Right gents we're standing here to celebrate new era Tunisia will be wiped off the map شتو عم كفاري Nuclear weapon is ready to be launched. سيد الرئيس. وي. عندي زوز خبرات. واحد باهي واحد خايب. باش نحب نبدا لك ما عادش عندنا وقت. راه بدا لي بالخايب. فما صاروخ نووي باتجاه تونس يوصل بعد 4 سوايع. والخبر الباهي شنو هو؟ الخبر الباهي والنقطة المذيئة. كون الكفار هو الحيوان الوحيد كي تضرب بالنووي ما يموتش. انا قلت نجربوها سي لوكازيون وجامي نشدوا 4 كفارات نربطوهم بخيط باش كي تضرب بالنووي نشوفوهم يمنوا ولا يبدا يعملوا تدخل معي في التجربه تعرف انا الحل الوحيد اللي تبقى لي هو يا وليدي واحد يزب يقرا حساب كل شيء الحمد لله شنو ما تشرفوش ما تردعونيش ما تشرفوش هيا تمسوح هز جماعتك وتشبد من هنا هيا عاد خلينا شيخين خليها الليل تعدى على خير شنو انا مخارع بكوش ولا فمك منح رقاصه تجاوب في بلاستيك تمسوح هز زوج شلاك اللي معاك واقصد ربي خير اسمع يا سيدي اسمع كبر المخاري وعمال قرينيك تمسوح بوست امك قبل ما تخرج من الدار وين بوس فيها خاطر باش تتوحشك برشا شبيكم اسكتوا اضرب الموسيقى يا هلال هيك عالو سيدي ناري على نسينا يما ما جاتش اليوم عملتها فينا يما يا حبيبي ناري على نسينا يما ما جاتش اليوم عملتها فينا يما يا حبيبي اهلا بليلي لبيت كيفاه عرفت هالدار مرحبا مرحبا بنت الصايغي هاتي تعملي معنا شطحه عسليمه تتا شنو هذا يا اخي
تور خالي المك قوليش رجعت انت خطيبتك قولوا طفل ولدي منك العروده كلي مزير ولدي والله بطل خارق بطل خارق هاي على شكون يرضى وانت شوف يرضى بيك شوف لي انت نرضى امي نرضى حركتيني مع الطفله نرضى انت من هرت ريت هون تهتري بيه بالحق انت هاي زيدي شو شتيني شو شت انا معاه اليوم ايش تعمل لي عليه جيت جيت باش نقول لك اللي بلاي لحظة سيد الحوض ليه اللي يمشي روح على روح نجمش خليك وحدك ايه روح يزيب الرويق بتاعك اشكون المسؤول على الحفلة بدق تاريخ رخصة الحفلة رخصة الفرقة رخصة الصنو ورخصة الانتصاب الفوضوي من هذوما الكل عندي كان رخصة سياق سيدي البوليس انت ظهر فيك ناس طيبة ونفس مومنة غالطة في الادريسة لا لا مانيش غالطة ولدي هذا مشي حدا عثمان اي وخذاله القوة الخارقة متاعو ولا بطل خارق هي واللي نعملنا له حفلة هو انتهك فيها تو حفلة صغيرة وبررة معناتها انت اللي قتلت عثمان صب زوز قضايا قضية قتل عثمان وقضية شاب يحب يتبرى من أمه ربي اسقط 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 خليني انا نتكلم شوف سيد البوليس كل وضوح هو راه ماهوش متأكد قتل عثمان ولا ما قتلوش على خاطر نهارتها متكيف برشا زطلة صحيح صحيح هذوما عائلتي سندي واقفين ديما في ظهري ربي خليهم بيلكتني خالي بيلكتني روح وزطلة وحفلة بدون رخصة لا هذيك مسامحوا فيها أما هذا مزوز القرانيين باش تخزز في جورتهم في الحبس يبشرك بالخير يا غالي ما لقيت لي بطل خارق كان سهل ربي ما توجعش ما توجعش اطلبوا لي اعلى هرم السلطه حالا تسمعوا يا حومه ولدي عيطوله حرم السلطه بطلنا الخارق جديد اهلا وسهلا زيد 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 تونس ولاده سيد رئيس الحكومه نعم ماهوش هذاك وينو اهو ها شكون هالمغت هذا اللي مخليه يبوس فيا هذا شي الفوضى هذه ها اهلا اهلا بطلنا الجديد اهلا بطلنا الخارق صباح مرحبا بيك نتفرج فيك في التلفزه تونس ولاده زيد زيد وش هكا سيد وزيره طب بالله سمعني مثبتيني اللي هذا بطل خارق ما عندوش كاريزما ما تحسوش بطل خارق وعلى الحقر السماح هذا هذا هي وش فيه ولدي اش ناقص مزعلكم التوينسه في الحديث الفارغ فما حاجات ما اهم لازمنا نحكيو فيها شو ما هو ما سيدي سيد رئيس الحكومه من 2012 قدمت على بطاقه الاحتراف في المز ما عطونيش تعرفش شكون في اللجنه الثقافيه وزاره الثقافه كيفاه أمزي بطاقة تحتي يا رسول الله الخلاب النووية مش تعبتلنا على روسنا تكتكنا ترحينا تمحينا هو يقول لي بطاقة الاعتراف تمزلونا كان درجين يلزمنا نلقاو طريقة باش نثبتوا للسيد هذا بطل خارق ولا سيت داون اتسلح شو اتسلح من توا باش نعرفوا عنا بطل خارق ولا لا بسم الله سيد الوزير اعطيه انت كرتوش اعطيه ليش مدخلني انا اعطيه عايش كمان على الشنقمر بيناتكم 4 سنتي وكم باسي انا كمباسي هيا امر هذايا توا اذا حصلتوا بس توا اخذوها في بطاقه الاحتراف يا سيدي ما خذيتهاش عامل شويه سسبانس هيك على ولدك نعرف ولدي بطل خارق ما نخافش
رميت شام، قلت لكم رميت شام، جات في مخروختي. اي جاتك في مخروختك؟ مخروختي فداء للوطن. اكبس روحك اكبس روحك، مش وقته طوعي. اي 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 الفايده انه عنا بطل خارق جديد. مبروك علينا، مبروك على تونس الكل. بطلنا الخارق مشى عثمان وجا سليمان، مشى تونس ولاده ولاده والتراب سخون. تونس هذه البلاد هذه يا سيدي عمرها ما تطيح، ومن انتصار لانتصار ان شاء الله. ها وشكا شو عايش ولدي؟ شو عندي مهمه ليك مختره برشا 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 تريز اورجونت، سي اون كيستيون دو في او دو مور. جامي دو سون ترو. شو عايش ولدي؟ ركز معايا توا مليح مليح. شفت النقطه البيضة هذيك؟ اي هذاك صاروخ نووي، بعد لحظات باش يتفرق على بلادنا. اي اتاك لو. شنو هي اتاك لو اخي؟ برجي المون انا دوبرمان، شنو هي اللغه هذي؟ اسمع يا عايش ولدي، انت توا قوه خارقه والقدر نتاعك انك تمنع البلاد. هاي اخدم على روحك. تحب نرد عليك دنيا واخره؟ طير عايش ولدي. مخروة مخروة كي بوك يا رحمة، في بالك ان انت ماكش راجل؟ ولدك قدره طايح في الحومة يا قدر خير يا هاي. هذي سامحني سبيك أمان، أنا عبير خطيبتك نكرت فيا. عبير عبي أول مرة نسمع الاسم هذا، سامحني. تتعقل له؟ عمري ما ريتك سيد رئيس حكومة، هذي واحدة ضربة مهبولة في الحومة. أبو ما تقلقني في المهمات. لا 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 ناخذوا الإجراءات، ناخذوا الإجراءات. يا ولدي إيش إيش هزوها هزوها هذي هزوها. لمسني حد سليمان، هزوها سليمان. نكرت في حبك، ما مسني حد، عبطوني. أمشي المنوبة واسكت، عبطوني يا سليمان. أمشي مسكينة بربي بالكورة وفي راسها، عايشكم الأولاد. إلى الأمام إلى الوطن، رحب الصعاب والمحن، إلى العمال والقبن، أخيرا جاء المنضبن. الأمريكي شنو روسي لأمريكيشن وروسي، ما عشتي كاب سوب تونسي. لأمريكيشن وروسي، ما عشتي كاب سوب تونسي. لأمريكيشن وروسي، ما عشتي كاب سوب تونسي. حبو سبايسي تونسي تونسي برشا برشا سيدي بوسي، في البلو سكاي مع الشمس بوزي، عامل ضجة توتي بوسي. تشجع ما خلاها بنا، منانا سترنا آمنة، أشرار استنى الآونة، دول طعم وجوك على غير تلين، باتماني تشكى دير فلاين، فاش قامت تلكش زيد فاين. أي وين كاي؟ سوبا تونسي، سوبا تونسي، سوبا تونسي. أبراي